السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم محبي قناة المفلان البورسعيدية. دلع كرشك دلع نفسك، صباح سعيد، يوم جديد على عيوني وعلى عيونكم. النهاردة أنا بعتذر لكم جدا، اللي أنا بتكلم لأن مامتي صوتها تعبان. فالنهاردة بقى هنعمل كفتة الحاتي، بس مش بالكفتة، بس مش باللحمة، هنعملها بالفراخ، حاجة كده وهم الوهم. نخش على المقادير، وأرجو لو عجبتكم الوصفة نعمل إعجاب للقناة ونشارك فيها ونفعل الجرس في قناتي وقناتكم وقناتنا كلنا، أم بلال بورسعيدية. دلع كرشك دلع نفسك، يلا بينا. هجيب صدور الفراخ كده زي ما انتوا شايفين، غسلتها كويس، هبتدي أقطعها قطع عشان أعرف أفرمها. انا اسفه طبعا على صوتي، بسم الله. طبعا هي هتتفرم دلوقتي، يعني قطعها يعني اي حاجه، يعني مش ملزمه معاك بتقطع معينه. انا جايبه نص كيلو، هقطعها بالطريقه دهيت. خلاص قطعتها كده، خلاص حطها في البوله بتاعتي. معلش انا اسفه على صوتي، استحملوني. ابتدي بقى اقول لك نعمل ايه. جبت قرن فلفل احمر، عايزه حر عايزه عادي براحتك. وجبت بصلايه كبيره او اتنين متوسطين، قطعتهم كده. وهجيب المفرمه بتاعتي، ومش هاخد البصل والفلفل اللي لما اعصر ميته الاول، هوريك ازاي. بسم الله، هنزل بالفلفل وهنزل بالبصل. بسم الله، خلصت. هعمل ايه بقى؟ هجيب طبق كده واجيب مصفى انا عايزه التفل بتاع البصل والفلفل، مش عايزه الميه بتاعته. نخلينا فاكرين انا عايزه التفل مش عايزه الميه. شوفي بينزل ميته ازاي، هعصره كله كده وارجع لكم. زي ما انتوا شايفين كده، الميه دي انا مش هرميها، الميه دي انا محتاجاها دلوقتي، وهقول لك ليه. كل اللي اخدته التفل، كل اللي اخدته التفل. هبتدي بقى ايه، مش هحط التفل ولا اي حاجه بقى دلوقتي. هبتدي اجيب الفراخ بتاعتي اللي انا مصفيها كويس، وابتدي افرمها فرم ناعم في الكبه. وفي حاجه دلوقتي هوريها لكم مهمه، بتزيد من الطراوه والطعم بتاع الفراخ، الا وهي لو تفتكروا كنت انا نزلت لكم قبل كده بفيديو التسيح، اللي هي بتاعتي طلعتها اهي من الفريزر المكعبات، هحطها مع الفراخ دي، بتعمل طراوه وطعم جذاب جدا للكفته بتاعت الفراخ. هطحنها معاها. الجزء التاني، بس الجزء التاني لما اطحنه هحط فيه ربطة شبت وربطة كزبرة. ابتدي بقى احط الشبت والكزبرة، غسلة طبعا.
اصلا الحبش فيها، يعني بتحاولي تقلليه. بس بيبقى طعمها خطير، يعني الأكلة ده تاكلوها وبجد هتدعولي كده. خلصتها، هبتدي بقى أنزل بالفلفل والبصلة اللي أنا كنت مصفياهم، وهنزل معاها بحبة بقسماط عشان يمسكالي، معلقتين كبار، بس كده. ننزل بقى بحبة ملح، حبة فلفل صغيرين عشان مش عايزة حرة. طبعا عايزة تحطي شطة حطي، حبة كزبرة، ولو عندك 7 بهارات حطيه، حبة بقى بهارات لحمة، ايه بهارات اسفة الفراخ، بحب بقى احط حبة ريحان مطحونين كده، وحبة حبة ريحان وحبة حبهان مطحونين. ادي الريحان اهو، كل ده بيدعمها لي وبيدي لها طعم حلو. وحبة زعتر، ورشة بيكنج باودر صغيرة خالص عشان بس ايه تنفشها، ومعلقة ثوم مفروم، كده بس. ابتدي بقى اخلط كل ده مع بعضه، طبعا ما كانش ينفع اعمل بالمعلقة، فلازم ادخل كل الخليط كده. شوفي بقى الكفتة وجمالها، ناعمة وجميلة ازاي، وفيها طراوة، شايفة؟ كده خلصت معايا. اقولك بقى نعمل ايه الخطوة الجاية، دي بقى خطوة مهمة ولازم اكون مشغلة الفرن على اعلى درجة. وتعالي يلا اقولك هنعمل ايه. هجيب صينية وهبتدي افرش الصينية ورق حراري، هوريكي دلوقتي انا بفرش الصينية ورق على حراري عشان احافظ عليها، لان انا هحط فحم. تمام كده، ابتدي بقى الصينية، عندي فحم، ثانية واحدة اطلع بس الفحم. مش عايزه فحم كتير، بس كده ايه حتتين. اي مصفى عندي، انا دي كانت صينيه، تمام. اديني كده، دي خلصت. مركزين معايا لحد دلوقتي؟ هبتدي بقى اسيب الصينية كده على جنب، ماشيين واحدة واحدة اهو مع بعض. اجيب الفراخ بتاعتي، اجيب عصايتين شيش، طبعا الكفتة بتاعتي ارتاحت حبة قبل ما انا ايه خلصت. بسم الله،
شايفه وما بتفكش ولا اي حاجه، وارصها في الصينيه وهتعمل معاكي كميه وفيره. تمام، خلصت اهي بقى الجميله. ابتدي بقى اجيب الخلطه بتاعتي، البصل والفلفل اللي انا عصرت ميته، وهحط معاه معلقه صلصه قديم بيه الفراخ بتاعتي، وبعد ما تحمر شويه في الفرن هقلبها على الوش التاني. هتاكل النهارده وهتدعوا لي يا جماعه. مفيش حد هيجربها الا لما هتعجبه فعلا. تعمليها بقى على سندوتشات، ولو عملتيها على سندوتشات تسيب الخلطه اللي انا عامله بيها دهيت وتدهني بيها العيش، وتدخلي العيش الفرن تحمريه وتحطي فوق الفراخ. تمام كده، دخلها الفرن. طبعا هي بقى كل طشه منها تنزل على الفحم، الدنيا هتصهل لجوه. نروح بقى، عايز اوريكم بقى شايفين. بسم الله ما شاء الله، انا بطلعها من الفرن قدامكم اهو. طبعا مجهزه لها الطبق بتاعها كله قدامك اهوت. بسم الله، وبكده تبقى خلصت وصفتنا. وارجو لو عجبتكم الوصفه نعمل اعجاب للقناه ونشارك فيها ونفعل الجرس في قناتي وقناتكم وقناتنا كلنا. أم بلال البورسعيدية، دلع كرشك دلعي نفسك.